هذه المساكن المدمرة ليست سوى شاهد على الخراب الذي أحدثته الميليشيات الإنقلابية شرق مدينة تعز. تكشف هذه الحالة التدميرية التي طالت الأحياء بسبب القصف عن نوايا الإنقلابيين للخراب أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وأن المقاومة تقدمت هنا خلال الأيام الماضية، وهو ما استدعى الميليشيات لتكثيف قصفها. أكثر البيوت التي تقدمت فيها المقاومة كانت جاهزة للتفجير، فأبطال ورجال المقاومة قاموا بتفكيك العبوات الناسفة من هذه البيوت، والحمد لله سلمت بعض البيوت وبعضها حلت دمارا وخراب. في هذا الجانب بالتحديد، حيث كان يقيم بعض قناصات الميليشيا في هذه المنازل، استخدموها لقنص المواطنين، وهي في الأساس لم تكن سوى أملاك لبعض السكان الذين أجبرتهم الميليشيات على مغادرتها بقوة السلاح. الحوثاء عندما دخلوا المنازل قاموا بتهجير السكان من داخل البيوت، واستخدمت البيوت كقنص للأحياء السكنية داخل منطقة الصعبات، وأصحاب المنازل التي لم يخرجوا بالتي أحسن قاموا بأخذهم إلى منازل أخرى واستأسروهم لمدة أسبوعين، والالتزامات بأن يخرج خلال يومين من داخل المنزل هو وأسرته. من الملاحظ هنا أن هذه المساكن كانت تقع في خطوط التماس، لذلك أكثر ما تعرضت لنيران المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات الإنقلابية. لم تعد هذه المباني صالحة للعيش بالنسبة للسكان ما لم يجري إعادة تأهيلها، لتبقى دليلاً آخر على أن الميليشيات مرت من هنا. حمزة أمين، قناة بلقيس، من منطقة ثعبات بمدينة تعز.